يصبح النور، يصبح الورد والفل والياسمين عليكم الناس الكل، وإلا كانوا اتفرجتوا عليه الفيديو في المساء، مساء النور عليكم الناس الكل. اليوم حبيت ندلل الصغيرات بفطور قام قوم كما قاعدين تشوفوا. أني عملت لهم هيك الدردورة البنينة اللي شفتوها هذيك، والله تو شكون ما يعرفش الدردورة، معناتها البسيسة اللي فيها الحلبة تبدأ هيك مرة، يعملوها بالسكر والماء والبسيسة، خلطها بالماء البارد وشربوها بنين على الاخر. عملت لهم التوست بالعظم والسلامي، وعملت لهم الخبز ذاك اللي شاركته معك المرة اللي فاتت، والحليب والمعجون والعظم، قلت خليني ندللهم اليوم. نارك زي نارك سعد لي قرب حنور. وزيد بصراحة بطلب منهم هما زادة يحبوا على فطور هيك، قالوا لي ماما عملنا التوست وعملنا الخبز اللي هذا بالحليب وكل، ولا قلت خليني نعمل لهم. ومامتو هاني تو لهنا باش نقوم اعمالي واشواري كل شيء. البنات لهنا هذوما هكا تشوفوا فيهم مساقين بتاع كلميدات، غسلتهم عملت لهم حكه بالقدا بالقدا هكا، رديتهم يشعلوا شعلان. ومن بعد تعديت لهذوما اللي جتابل هذوما اللي يعمل فيهم البسيسة ولا الزرير وكل، يعني كيف كيف زاد غسلتهم، خاطر بالطبيعة حاجة جيبوها جديدة ما نقولوش راهي جديدة ما نغسلوش، لازم الغسيل خاطر شنحوا من هكا التراب كان فيها في معناتها كل، ونمسوهم مليح 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 مليح، ومن بعد نحطوا فيهم الحاجة اللي باش نحطوها فيهم. ها هني شوفوهم غسلتهم الكل ونظفتهم بالقدا بالقدا بالقدا، ونشفهم هذوما غسلتهم هكا معناتها بالسياسة خطر فيهم هكا الزينة خفت عليها تتنحى، وهذوما هناك غسلتهم بالقدا حطيتهم في القصعة هذيك قلت خليهم يتسقطروا شوية، وبعد باش ندور عليهم الكل نمسحهم. يعني اليوم ان شاء الله باش نخلط البسيسة متاعي ونحطهم في البوات هذوما هكا، وان شاء الله مازال الزرير هو الملعب حالته بور لو مومون. للساعة هذه اللي قاعدة اليوم نسجل لكم اليوم اثنين، مازال لي كان الحلو والزريح كها، باقي كل شيء متوى بور مومو الحمد لله كل شيء حاضر، مازال كان الزرير والحلو اكهو. هذوكم ديما خلوهم اخر لحظه، ممكن تعرفوا خاصه الحلو كيف نشروه قبل بوقت برشا بشي ما يصبرش يشيح، وكل شيء لازم نشروه جديد ونحض معناتها يبدا جديد، مش نشروه معناها بفتره كبير. انا قبل الحقيقه في انفاساتي كنت نحضر فيه وحدي الحلو، بس انا الله غالب كهو كل مره، المره هذه على الفاس هذا الله غالب كهو. تو هنا كنشف فيهم كل، شوفوا هنا بعد ما نشفتهم باش نحطهم في البلكون بتاع الكوشينه، نخليهم يتضربهم شويه شمس هيك شويه برا، باش نحطهم على التابوري ونخليهم تضربهم الشمس. باهي تو البنات لهنا باش نمشي معاكم باش نعمل هذا الجلجلان بتاعي، ولا فما شكون يسموه السمسم هذا، راني نقيته بالقدي بالقدي من هاك الحاجات اللي زايده الكل، ومن بعد غسلته وخليته في الشمس حصيله كلاته الشمس بالقدي بالقدي لين تحسوه سخون، ولا سخون بالقدي كاني مسخناته. وتو هنا قلت باش حتى باش نخلط به البسيسه، قلت خليني نزيد هكا نقولوا نحن معناتها نسخنه شويه على معناتها سخنه شوي باش يزيد كان فيه، اما هو راه والله صدقوني شايح بالقدا بالقدا الشمس شايحته مليح، ما قلت خلي نزيد حمسه شوي وكيف كيف باش نزيد زاده كيف كيف نحمس شويه لوس، وما حمسه بشويه بشويه باش ما تحرق لكم شكل بشويه بشويه نحط وتسخنوه شوي معناها دوب دوب ليش ما تحرقوش معناتها، ومن بعد باش نهرشه ونحطها في هو ولا هو ولا الجلجلان في البسيسه. بالطبيعه هذه البسيسه نتاعنا كنحط في البسيسه ونصب عليها سكر المحور ونحط عليها شويه جلجلان وشويه لوز ونخلطهم بزيت زيتونه. بالطبيعه هاي البنات قبل ما ننسى خلينا نصلي مع بعضنا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دوري هنا كهروشت اللوز، ومن بعد نصب عليه كيف كيف خلطه مليح ونحط عليه الجلجلان حاسسلو والزيت والسكر ونخلطها مليح مليح مليح، نعجنها بالقدا 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 بشكل مكونات الكل تدخل في بعضها وتجينا باهيه.
حصلوا يا البنات، ان شاء الله تكونوا انتم بخير وبصحة جيدة ان شاء الله يا ربي. معناتها الطقس ان شاء الله ربي يبرد علينا، خاطر سخانة ياسر، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي معناتها يبلغكم العيد بصحة جيدة، وان شاء الله الناس كل تعيد ولاباس، ان شاء الله عيدكم مبروك، وكل عام وانتم بحيين بخير الناس الكل كما تشوفوا في الفيديو بتاعي هذا. معناتها راني نحضر، اني عملت حتى تنظيفات، سامحوني الله غالب راني ما نجمش نصورها، صدقوني يا البنات الدنيا سخونه على الاخر، والواحد تبدا عروقات شرتله وكله ما نجمش بطبيعه في التصوير. كما قلت لكم في فيديو سابق لازم باش تلبسوا باش كذا وباش تعملوا كل، اما كي تبدا بغير تصوير تاخذ راحتك حتى في اللبسه وتسيق وبعدها وتنظف وتعمل كل شيء. يعني الحقيقة نظفت الكوجينة بتاعي وعملت الفور عملت كل شيء، أما الغالب سامحوني راني مصورتش، خاطر والله يا البنات راني تاعبة وزيد مع السخانة كل فوارة ولت لي. المهم نرجع بكم للفيديو، هذه البسيسة بتاعنا. بعد شوفوا لهنا راني زدتها اللوز وكل فان بارتي ما صورت ليش، زدتها اللوز والجلجلان وعجنتها بالكدي بالكدي، عجنوها مليح مليح كأنكم بتعجنوا في الخبز باش تجيكم باهية. وتو لهنا والله تعبت، مشيت قعدت في بيتك القعاد، وهني نمشي نعبيهم الكل ونزينهم وفوق باللؤس. تشوفوني كيفاش باش نزينهم. هذه هي البسيسه بتاعنا نحضرها ونتهنى منها ونمشي معناتها نحضر شنو مازال ما حضرتش ان شاء الله. والبسيسه بتاعنا يا البنات هذه متاع النافس، بنينه بنينه جد مش نورمال والله يا البنات، بنينه على الاخر وفيها الفرويسات كما شفتوا، وصراحة بنا عالمية بنا بنا بنا. نودكم ولا نشهيكم ان شاء الله قصفكم في الجنة، وان شاء الله يا ربي يخلص وحل كل مراها حبلة تستنى في مولودها، وان شاء الله ربي يعمر حزام كل مراه تحب على صغير، وان شاء الله يا ربي معناتها لا يحرم مؤمن كيما نقولوا، وربي يفضل لكم صغيراتكم وكل هام. لهنا يعني كملتها كعبيتهم هذوما البوات كلهم، وقاعدة ننظم فيهم، وزاد باش نحطهم حتى في البلاتو بتاعهم بور لماما، نحطهم ننظمهم وكل شيء ونحطهم اكوتيل يجي وقتهم ان شاء الله. هذوما صغيرات يعاونوا فيا ينظموا فيهم، ما ننظموا فيهم مروه ماكم تعرفوها ديما ماده يديها في كل شيء. هكا هشوفوا لاني حطيت فيهم هكا اللوز وفوق زينتهم باللوز، زينوا كما تحبوا اني هذا ما نكذبش عليكم بالمستطاع بالموجود باللي نقدر عليه وكها، والحمد لله يا البنات والله الحمد لله يا ربي. شوفوا لهنا هكا حطيتهم في اللطبقه هذوما، وكان الفضل حطيتهم في هكا الفضل حطيتهم في هاكا نوريكم في الورد ان شاء الله ايامكم كلها ورد. هاكا حطيتهم في اللطبقه هذوما، والفضل ها حطيتهم لهنا كما تشوفوا البوات هذوما. وهذه هي بسيستنا حضرت وهاكا باش نخباها وكا باهي. تو لهنا البنات باش نسيق الدار وننظفها ونرقلها، اول حاجه تحضيرات للعيد وتحضيرات للنفاس، وان شاء الله ربي ان شاء الله يسهل. والله هيك هوني وقيت توهن والله صدقوني حتى نظافه والله ما لقيت تعب وكل شيء، مي هاني ديما ننظف بشوي بشوي ما نشدش حاجه مثلا كيما نقولوا حاجه برك كل مره حاجه. شوفوا لهنا مرومه، شوفوا قدام الكاميرا اش تعمل فقط بها تو كي جيت المنتج في الفيديو. المهم البنات قلت لكم القضية يقضوها بشوي بشوي، ما وصل الوقت كان نظفت كل شيء، وبلس نحنا ديما ننظف وصدقوني ديما المرأة في دارها تحرك وتنظف وكل، اما نقضوا بشوي بشوي مثلا ما كل مرة حاجة باش ما تكثرش علينا الخدمة في السخانة هذه. صدقوني الوحدة ساعات حتى كيف تنظفش ناني وحدة من الناس نعذرها، وخطر تحركي شوي ماكم عارفين سخانه وعرق وكل شيء. هاكا ننظفوا بشوي بشوي، يعني هنا هاكا معناتها ننظف هذه في الليفينك، والله قهرتني قهرتني، هي لونها نوار وفيسع فيسع ما تتمسخ، معناتها فيسع يشد فيها الغبره وفيسع وكل، ديما ننظف فيها وشي حصيل والله، ومنيتي نبدلها في اقرب وقت سما الله غالب.
ما نشبتش في بالي قبل باش نبدلها قبل انفاس متاعي، مي يلا غالب معناتها ما كتبش ان شاء الله مره اخرى. وكل يا كل هنا مرومه تعاون فيا، كيما قلت لكم مرومه ديما تتعاون وديما تحب تشارك معانا كي نعمل حاجه. قلت بعد ما نظفت خليني هالدنيا هذه كلها، خليني نبرد الدنيا ونرجع من بعد ذكر الحصير. اني والله نحيتهم الزرابي من البيت، بيت النوم، بيت الصغيرات، هذه الزرابي كل نحيتهم وغسلتهم وخبيتهم وكل توا. خليت في هذه هناك الحصير، و خاطر بلاش زربية خير، معناتها تبرد خير، خاطر ما تعرفوا الفراش والزرابي يسخنوا هكا. هو نحيتهم هون، وحتى ولي لي اسهل وقت نحب نسيق ولا حاجة هكا ديرك نحي الحصير وكله ونكرس، ومن بعد نسيق، معناتها اسهل هكا. لهنا باش نسيق سيقت الدار كامله، سيقتها كلها كلها سيقتها. كان السلدبان خليتها يماني نظفتها معاك المره اللي فاتت، وكل يوم ننظفها باش ما تتمسخليش، معناتها باش نعمل هيك معناتها تسيقه خفيفه وبرا. قلت هذيك خليها العشية خاطر نظيفة، قلت العشية بعد ما ندوشوا الصغيرات وكل وندوشوا بعد ما نقيلوا معناتها كان بعد بطبيعة باش تحوس شوي كيف واحد يدخل يندوش كل كل شيء، معناتها كل مرة يدخل واحد يدوش بطبيعة باش خاصة الصغار يحوسوا. قلت هكا في الاخر بالكل نعمل عليها هيك تسييقة خفيفة وكهو. اما بالنسبة للاخرين بيوت كلهم والكوجينة كلهم والبلكون كلهم سيقتهم، شوفوا الكوجينة كيفاش. وهذا اللي هنا زاد حتوه الدروج، هبط الماء كامل للشارع الكل، نظفتها صدقوني هم قلبي حطيتها في التسييق، برشا ستريس مشي في جرتها التسييقة هذه. اوكي العادة مرومة بنتي ما سلمتش فيها، هي قاعدة تعاون فيا مرة بالسلاتة ومرة بالمصالحة لين كملت. من بعد قالت لي ماما راني تعبت تو لازمني ندوش. والله مرومة. حصلوا يا البنات كانكم بديتوا في تحضيرات العيد ولا لا، شريتوا عيدكم ولا شريتوا العلوش ولا لا، حصلوا لهنا البنات هاني كملت سلت تو باش كملت سلت البيوت، وهاني باش نكمل سلت هذا مرام عم روحها هي تسلت وكل. قلت لها كتو نكمل عليك ومسحتها وعملتك الفواح وكل شيء وصيقت الدروج ومساحتهم ورجلتهم وكل هكا تو لهناني دخلت درا شنو نعمل حصير. وقلت للصغيرات قلت لهم معناتها فرشوا هكا الحصير هكا فرشوه وش نحط الطاولة، ومانيش حاطة حتى تبر لمامو حتى جيراني مانيش حاطة خاطر خرجتهم يتشمسوا، قلت خليهم يزيدوا يتشمسوا هكا هو. والله هيك خير بصراحة، والله بردت الدار ولت على محلاه وريحة النظافة ما شاء الله، راحة نفسية بامتياز زاد. وصغيراتي ربي فضلهم استاسوا يعاونوني ديما هكا يعاونوا فيا حتى من غير بطبيعة ما نطلب منهم يعاونوني، يجيو أي حاجة نعملها يجوني يقولي ماما باش نعاونوك، خاصة مرومة تجيني هي الأولى ومن بعد جهات يجيني يقولي ماما يعاونني، وإلا ساعات كي يبدا ما يعاونيش يقولي ماما كان تحبيني نعاونك ناديني. هانو يقعد يلعب وكل كيف نستحق لها للنادي يجي يعاونني ولادي ما شاء الله عليهم. الصغار كيف يتربوا راهم هكا حنان على ميمتهم ويتربوا معناتها يقدروا مجهود امهم وتعبها وكل شيء وكل راكم ما تخافوش عليهم من نهار اخر. انت وين ماشي؟ بتسيري تجيبين نجيب لك قطو وعصير. يا فرحه يا سمح. وانت تجيب لك حتى شوش. حتى شوش؟ ايه يا اخوتي بلاتي تنقول لك ماما ايه شنو هي انا هي هي اتناز مكيني حطيت لك قلب لك انت. ايش بنيتي حطيت لي قلب؟ انت سمحة قد الحياة. شو قلتي لي سمحة قد الحياة؟ خليتي تصويرة بري حتى تصوري. اسمعي انت منحبكم الناس الكل. باي كيف ما سمعتوا يا البنات مرومة بنتي هكا كيما قلت لكم ماشي الباتسيري، عندنا باتسيري حلت جديدة افتتاح اليوم،
حاصل هما ماشيين، قلتهم كيف ما هما ماشيين، وفضل عندي شويه جتابل هذوك نتاع البسيسه، قلت خليني نزيد نخلط شويه، خل تمشي مروه باش ما تمرجنيش، نزيد نخلط شويه ونعبيهم ونحطهم على الاخرين وكل ونرتاح منهم فرد مره. فضل لي شويه مش برشا وكل، قلت خليني نكمل ان معناه نقدهم ونرتاح منهم. ولهنا هما ها مشوا، لهنا هاني زاد كملت فيها بريه طابت، عملت شويه كمونيه وش نزيد معاها شويه شويه مش نزيد معاها شويه سلاطه، هاني خرجت باش نقص سلاطه وكهو. وش نخرج في ساعفيت في معناتها نمشي المجازان نشري قضيت نشاركهم فيه. قبل ما نشاركهم في المشتريات بتاعي هذوما اللي هنا راجل شراها راجلي، انا الحقيقه راني حبيت على حاجه اخرى، مي كهو سيبون اللي قدرنا عليه هذا هو، خذينا الدراجي هذه هيك معناتها هذه هي الدراجي اللي خذيناها هكا هنا صورت لكم، خذينا هذه الحمد لله. والله الحمد لله الواحد يحمد ربي على كل شيء، مش فايده في تشري حاجه بالغالي ولا تشري حاجه. ما اني في قبل في بالي باش نشري هذوك بتاع بتاع الاولاد، وكان ولاي تاع الاولاد ولا كان بنايه بتاع البنات فوق البيبرون فوق الكوسات حاجات، مي كيف الله غال ما قدرناش وكل، حتى هذه تزي والحمد لله ان شاء الله. المهم الخلقة التامة والمهم السلامة وكهو. تو لهني البنات باش نشارككم في المشتريات نتاعي اللي شريتهم. باهي شريت هذيك عندي هذه شدت فيها مرة صحيح الحقيقة، أنا ما مشيتش راني على أساس باش نشريها، شدت مرومة صحيح قلت هاي خليني نشريها من قال هذه باش نحطها في الكوجينة وباش نزيد نشري معاها زادا. شريت معاها مش باش نزيد، شريت معاها الكيسان هذو والله عجبوني البنات. ب 2500 الكاس نتاع عصير وكل شيء، تصبوا فوق تحبوا عصير جازوز تحبوا محلاها شكلهم عجبني معناتها، شوفوا محلاهم والله. وفي الريال معناتها اضخم واحلى راه لهنا بطبيعه هكا، مازالوا من المجازان نتاعهم مش مغسولين مش مريقلين وكل شيء، اما محلاهم صراحه عجبوني شريت منهم. و تو هنمشي نحيي من الكاردونه نتاعهم وباش نغسلهم ونحطو في بلاصتهم، نخليهم يتسقطرو ونمسحهم ونحطو في بلاصتهم. هذو هما الكيسان اللي شريتهم وشريت هذا بتاع الزق بالله بتاع التواليت، ومرومة زادا قالت لي اشري البرفان، شريت لها برفان وشريت زادا حتى برفان اخرى. شريت زوز معناتها شريت برفان، نحنا في الدار عشقنا البرفان، راه عائلة تموت على حاجة اسمها البرفان. وشريت شوية كسكر وشوية مقارنة حاجات كالمواد غذائية، وأكثر حاجة فرحانة بها أني هذه الطاولة هذه مثلا تحطوها مثلا عاد تجيكم حتى واحد شي ياكل عسرير مثلا مريض ولا مثلا مرا نافس ولا حاجة هكا تحب تاكل عسرير ولا للكبير وللصغير وكل شيء، تحطوها هكا على السرير وتحطوا عليها الماكلة بالطبيعة وتنجم تاكل عليها كل هذه. عجبتني محلاها والله مبرمجة باش نشراها، ما سهرش ربي هذا ونسهر ربي. محلاها عجبتني وكانت تمتاحها مزيانة على الاخر، ولونها عجبني وكل شيء، خير من هذوك من البلاستيك بصراحة. هذوما اللوح خير من البلاستيك بألف مرة، هذه فرحانة بها برشا. أكثر حاجة فرحانة بها هي والكيسان هذوك من شريته كهو. تو باش نركب هكا البيلة للمنقالة هذيك هذه، وباش نحطها نعلقها في الكوجينه هكا، هي في فورم نتاع تيار معناتها كي البراد هكا هكا. وحاصلوا هذه المشتريات، ان شاء الله يكون زاد عجبكم الفيديو نتاع اليوم يا البنات، وان شاء الله عيدكم مبروك بالمسبق وكل عام انتم حيين بخير، وان شاء الله ديما نسمع عليكم كالاخبار الطيبه. توا قالي كان نقول لكم استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، بسلامه.